هيكمل نوليدج وان الواحد هيبقى بروفيشنال اكتر، بيفكر في الديتيلز بطريقه تانية بعد الكورس، فده فايده كبيره. لميس أبوالفضل تريجري أناليست، يعني بالنسبة لي كانت نوليدج هايلة في الفيلد بتاعي، بالذات إن إحنا بنفضل أوقات كتير في نفس الفيلد، في نفس السيكتور، في نفس التاسك تقريباً، أو كل حاجة ستابيليتي وقت طويل. فالكورس خلاني أشوف الموضوع من فيو تاني أو من سكوب تاني، فالموضوع بالنسبة لي كانت نوليدج هايلة بصراحة. طبعاً الانستراكتور كان بيقدم كواليتي هايلة، طريقة الكوميونيكيشن كانت كويسة جداً، الفولو أب هايل، فبالذات الفولو أب والكواليتي وكمية النوليدج كانت كويسة قوي، والإكزامبلز اللي كان بيقولها يعني كأنك في ورك إكسبيرينس أكتر ما هو تريننج أو كورس. بيكون برضو بيقدم فولو أب وكواليتي، وفي أي وقت بلاقي حد أرجع له محتاجة أي مشكلة صغيرة بلاقي على طول حد أقدر أرجع له، فده كان بالنسبة لي مريح.